ورجعنا لكم من جديد، واليوم صار في انتشار واسع لمجال الطهي، وطبعا في مبادرات جديده بدات في لفئه خاصه من السيدات على مهاره الطهي. ايش تتوقع الفئه يا سرعان؟ صح امام، بس هذه المره طبعا هذه المره اكيد حنتكلم على الارامل اللي معدومين الدخل. طبعا هذول الارامل خضعوا لبرامج تدريبيه، طبعا هذه البرامج التدريبيه كانت عمليه تحت مشروع الطاهيه. هذا المزيد حول هذه الفكره اكيد راح نتكلم فيها مع دكتوره شقرة ناصر مؤسس مشروع طاهيه. يا اهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. اهلا فيك اخت ايمان واخت اسرار، سعيده باللقاء معكم. خلينا في البدايه نعرف فكره هذا المشروع طاهيه، كلمينا اكثر عنه. من باب خدمه المجتمع وتماشي لرؤيه 2030 التي كانت احد فكرها الاستراتيجي انه هو تحويل معدوميه الدخل الى اسر منتجه، انطلقت هذه المبادره. المبادرة عبارة عن مشروع للطهي يستهدف الأرامل من ذوي الدخل المعدوم، يعمل على تدريبهم على مهنة الطهي، ومن ثم يساعدهم في عملية الحصول على رزق مساهمة في الحد من الفقر ومساهمة في تحقيق الرؤية. طيب ايش ممكن تكسب المتدربات معاك في هذه الدورة غير انه كمان يعني اكيد حيكسبوا فيها دخل؟ الدورة بتقدم بشكل احترافي، بيتعلم فيها المتدربة الى فنون الطهي بشكل علمي مدروس على يد شيف متخصصة، بيقدم المنهج ثلاثة من الفصول، واحد المطبخ الأسوي، المطبخ الساخن، والخبازة، وأيضا الحلويات. في المطبخ الساخن بتتعلم المتدربة فيها مطاعم، أنواع المطاعم العالمية والمطابخ السوية. بتتعلم أيضا على الطهي المحلي بشكل احترافي وكيف تقدم، بتتعلم على فنون وتكات الطهي، بتتعلم على المواد التي تقدم المفترض انه من الطهي في الشكل بشكل صحي، بتتعلم ايضا على حفظ الاطعمه. لا استاذ شقرة، انا حاشترك معاكم كذا. مرحبا بك، بس هو بيستهدف بناخذك متطور. بنالك استهدف الارامل. لا معلش، انا حاله استثنائيه. تبادر. مرحبا بك. طبعا دكتورة شقرة، خليني أسألك، هل هي مثلا لبرامج معينة على حسب الأكلات، ولا هي دورة شاملة؟ هي دورة شاملة، هي دورة شاملة بتقدم 60 ساعة، بنحاول فيها إنه إحنا نحصل على مهارة بنسقلها لتؤهل لسوق العمل. البرنامج متنوع، وانا حددته في ثلاثه من الفصول اللي هو زي ما قلت لك، المطبخ الساخن والخبازه والحلويات. ايضا بتتعلم في فنون التزيين، ايضا اتكات الطهي زي ما يعني مره بتسهل عليهم موضوع انه ممكن يفتح حسابات ويشتغلوا، ممكن ينضموا لاي المشروع له اهداف. من اهدافه انه هو يساهم بشكل فعلي ويدعم هؤلاء الأرامل. طب عندي فضول، ليش اخترتوا الأرامل؟ يعني ليه المطلقات؟ ممكن العوانس؟ احنا بتتعاون معنا جزاها الله خير جمعية اكتفاء، وبنلاحظ ان هي بتقدم لنا كثير من الإحصائيات بكثرة الأرامل. الأرامل بتلاحظ انها هي اعتمدت على ولي أمر في عملية أكثر الأرامل بتكون هي معتمدة، هي ليست عاملة، فهي ربة منزل وبتكون معتمدة على رب الأسرة في عملية إعطاء توفير لقمة العيش لها ولأولادها. من خلال جمعية اكتفاء بصراحة كانت بتقدم لنا إحصائيات سنوية ومشكورة، يعني إلى الآن هي من المساهمين الأولين في عملية توفير الداتا ومتابعة المبادرة. لكن دكتورة، هل مثلا بعد ما يتم يعني بعد ما يتم تدريب هؤلاء السيدات، هل هم يصبحون جاهزين لأي فرصة عمل، ولا أنتم كمان بتتكفلون بعد يعني بتوفير فرص العمل؟ أيوه، إحنا بنعمل جاهدين إن إحنا نضع ثلاثة من المجالات في عملية تحقيق هذا الهدف، إما عن طريق نقاط بيع من خلال الداعمين، بنوصلهم بداعمين، يتم وضع نقاط بيع في المراكز المولد ومكان تجمعات. اثنين، إما عن طريق توظيف، وفي مبادرات جيدة أيضا من القطاع الخاص في هذه النقطة من باب المسؤولية الاجتماعية.
أيضا إنشاء موقع إلكتروني بإذن الله يعمل على تسويق المنتجات ويعمل على مد المنتجات كتحويلهم إلى أسر منتجة حتى من منازلهم. حلو، بس اليوم كمان أكيد في جهود أخرى بتساعدوهم فيها، فأذكري لنا ممكن الجهود مثلا غير موضوع الطبخ، هل حتنفتح لهم يعني مكان يبدأ يشتغلوا فيه؟ أيوة، زي ما ذكرت سابق إنه هو من خلال الثلاث المجالات التي ذكرتها، اللي هي إما عن طريق نقاط البيع نوصلهم من خلال الداعمين في وضع لهم نقاط في أماكن تجمعات الناس، أو عن طريق الموقع الإلكتروني بوضع موقع إلكتروني يسوق منتجاتهم، وإحنا هدفنا إنه أيضا نوصلهم لمهارة المنتج. طب أنت شو تستفيدوا ماديا وتستفيدوا اجتماعيا؟ هي مبادرة. مبادرة. المجتمع قدم الكثير. قدم حلو. الكثير. واجبنا يعني أمام شكر لله عز وجل على النعم اللي أعطانا هي، ووصلنا الحمد لله بفضل من الله إلى رفاهية العايش، لدينا لقمة الرزق ولدينا تعطينا حتى الكماليات. من واجبنا أن نساعد من وضعهم الله في امتحان من نقص المعيشة. اثنين، المجتمع البلد قدمت كثير لنا من باب رد الجميل وتقديم خدمة المجتمع، إن إحنا نساهم في رفع مستوى مجتمعنا. الوطن ليس مكان هو وطن، فهذا واجب يملى على كل شخص فينا. يعني حقيقي مبادرة أكثر. جزاكم الله ألف خير. يعني من أفضل الطرق اللي ممكن تبينون يعني قد إيش عندكم ولاء لهذا الوطن، ممتنين لكل ما قدموا لنا هذا الوطن. لكن خليني أسألك يعني مثلا، هل أنتم تحصلون على أي نوع من أنواع الدعم، خصوصا أن أنتم بتقدموا يعني مهمة اجتماعية من الطراز الأول؟ نعم، كأفراد متطوعين أو أفراد بادروا بمبادرة، هنالك قطاعات لديها إدارات مسؤولية اجتماعية وبتبادل لدعم المبادرة، منها معهد التميز قدم المكان والتدريب، أيضا مؤسسة سيليكشن قدمت، أيضا ومجموعة مانويل قدموا من باب المسؤولية الاجتماعية وإدارتها الفاضلة. كثير من الجهات في مجتمعنا لديها مبادرات في خدمة المجتمع ودعم المبادرات. طب ايش كان فكرة اللي خلتكم تفكر في يعني موضوع الطهي؟ هل بتفكر يكون في شيء غير موضوع الطهي، ممكن يكون صناعات اخرى او مهن اخرى يتم تدخلوها في المبادرة؟ نعم، في مبادرات اخرى كانت اللي هي زي ما ذكر الاستاذ فكرة حرفية قم تشمل على حرف معينة، لكن المبادرة هذه اعتمدت على الناس اللي ضعيفي التعليم ايضا ومتوسطين التعليم، بحيث انه مهنة الطهي من اسهل المهن، خاصة انه سيدة. والله مرة ما هي سهلة ابدا. هي سيدة في الاخير، هي سيدة عارفة، وهي اعتادت كالأرملة، اعتادت ربة البيت على عملية إن هي تؤدي يعني هذا الدور. بالنسبة لها من أسهل تؤدي من أمتع كمان المهن. فبالتالي لو أعطيت بشكل احترافي وبشكل علمي جيد، ودخلت أعطي برنامج لها ثقافي يعمل على صقل هذه المهنة، ستصل إلى أيوة إلى كسب الرزق وإلى وهي مرتاحة، إلى الدخول إلى سوق العمل بشكل جيد ومهارة. هل تتوقعين دكتورة إنه هذه البرامج بالفعل أتاحت لي أو أخذت بيد المرأة إلى فرص حقيقية؟ نعم، كثير من التجارب وجدناها ولله الحمد، يعني منهم من تعلم المهنة وأصبح له مصدر رزق، صح، وتحقق له مصدر رزق، ومنها سيدات أعمال الآن بنشوفهم في الوسط، بدأوا بمهنة ووصلوا إلى تحقيق مصدر الرزق والمعيشة المرفهة أيضا. لا للأمانة إحنا أصلا يعني كمجتمع ممكن نقول يا أسرار كمان نحب الأكل، يعني الشيء الوحيد اللي أي شيء تسووه يعتبر من الأكل فعلا إن شاء الله حيكون ناجح بعد الله. الله. هو فعلا من الاحتياجات الأساسية للإنسان، فعلا هو الأكل. لا إحنا الاحتياجات الحسية كمان فعلا والعاطفية. أيوه، هي بتعلمهم أيضا ما شاء الله الشيف تذوق الأكل وفن الأكل وكيف نحصل على أكل صحي 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 والتقديم صحي كيف صحي. يعني أكيد. طب حكينا كده عن مثلا تفاصيل البرنامج يعني حقكم، مثلا لما يجون المتدربات جداد كيف بيتم، إيش المراحل اللي بيعدون فيها، هل في اختبارات مثلا؟ أول خطوة هي عملية دراسات الحالة واللي تكون من خلال جمعية اكتفاء. الاختيار بيتم على الأكثر
احتياج من خلال جمعية اكتفاء بتقدم لنا دراسة حالة، وانه يعني انه هذه اكثر احتياج، بالتالي بتأخذ ضمن المجموعة الموجودة. هذا الاختيار الاول. الاختيار الثاني هو انه احنا بنعمل على تهيئة المكان من خلال الحقائب التدريبية، توفير المواد الغذائية للبرنامج. بنعمل ايضا على زي ما تفضلتي على اختبار المتدربات، هل هي دخولها الى البرنامج لديها الرغبة والإصرار في فتح مصدر ولا تلاقيها أو أيوة كثير والله بنجدهم. أنا أقولها بواقع، يعني أنا في المجال أكثر من 18 سنة يعني، ولا هذه المبادرة الثانية، لكن بقولها بواقع والله، كثير من السيدات بتجد فيها إصرار ورغبة إنها تحقق لنفسها الاكتفاء ولأسرتها أطفالها، وبالتالي بتجدي النجاح والطموح والطموح صح. الحمد لله لما يعني الواحد يكون معين بيصير فيه كل هذا. نعم، محد التميز من داعمين المبادرة وفر المكان. غريزة المحارب في النهاية. بس اليوم لو كان في سيدات دكتورة الشقري بيتابعونا ويبوا ينضموا لهذا المبادرة وهم أرامل، هل في طريقة أن الواحد يتسجل معاكم؟ هل نعم. في أحد يتواصل معاه؟ نعم، في مسؤولة البرنامج التنفيذي اللي هي غدا مغربي، وقد وممكن أعطي أرقامها لوضعها. ممكن موقع المعهد التميز موجود أيضا لو دخلتي على المبادرة. التميز المبادرة هي برنامج طاهية، مشروع طاهية. كويس، يعني حيشوفوا إن شاء الله في الهاشتاج. رح يجدوا أرقام التواصل معها. يعني أنا حقيقة سعيدة إني أنا بنصل إلى برنامج كده، وسعيدة باللقاء معاكم. احنا فخورين فيكم والله. اكيد احنا فخورين بمثل هذه المبادرات، يعني ان شاء الله ربي يكثر من هذه المبادرات، لانه فعلا مبادرات مفيده، يعني حقيقي لفئه جدا مهمه في المجتمع. ويسخر لها يا رب العباد، ويسخرنا لخدمه المجتمع يا رب العالمين. طبعا اتمنى لكم مزيد من النجاح. دكتوره شقري ناصر، نورتينا اليوم في برنامج سيرتي، واكيد نشكر حضورك. شكرا، شكرا جزيلا يا اختي. شكرا جزيلا. طبعا متابعينا فقرات سيرتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي. بعد الفاصل فقرة هبات بنات الأسبوعية تناقش أخلاقية التسوق في فترة التخفيضات.